أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه الأخت التي رمزت لاسمها بألف ها نون تقول: نحن مجموعة من الفتيات نسكن مع والدنا، ليس لنا إخوة ذكور، والدي يرفض الأزواج المتمكنين والأكفاء طمعا في رواتبنا. تقول: تقدم لنا مجموعة من هؤلاء الشباب المتدين ويرفض ويضع العراقيل، وما الحكم في ذلك وما هي التوجيه من كلمة لوالدي؟ هذا الحكم حرام شديد التحريم، لأنه عضل للمرأة، وعضل المرأة هو منعها من الزواج بكفء رضيت به، منعها من الزواج بكفء رضيت به، وهذا عضل، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. ويجب على الوالد أن يتقي الله عز وجل ويمتثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولا يجوز، والمال الذي يأخذه كما ذكرت السائلة في مقابل العضل هذا حرام، هذا مال حرام عليه. ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما أتيتموهن، هذا في حق الأزواج، كيف بحق غير الزوج؟ لا يجوز للولي أن يعضل موليته ويضر بها، ويضيف إلى ذلك أنه يأخذ مالها ويحبسها عن الأزواج ويفوت عليها فرصة الزواج وطلب الذرية في لأجل أن يستغلها ويستثمرها، هذا من الخيانة للأمانة. فإن من الأمانة أن يزوج موليته بالكفء الذي ترضى به، لأن الله ائتمنه عليها وأعطاه الولاية عليها. نعم.